برنامج كل المعلومات يلي بدك تقراها من الكتب واللي كانت إنجليزية وما عم تفهمها صارت كلها في برنامج ممكن تحطه بتليفونك وتعرف أي معلومة بدك إياها عن أي هرمون بدك إياه. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ شو عاملين؟ إن شاء الله بخير. أنا محمد مناف The Five O Coach. الهرمونات، كتير أسئلة عم تجي عن هرمونات. كابتن كيف بتعلم؟ كيف استخدم الهرمون؟ وين بقدر أتعلم عن الهرمونات؟ ما كل الناس بتحب تاخد كورس وبس، تمام؟ في ناس، شوف أول شيء على فكرة، للأسف الشديد أنا بيؤسفني أني أحكي هالكلام، ولكن للأسف الشديد نسبة كبيرة من المدربين اللي عم يعطوا كورسات ما عندهم فكرة عن هالهرمونات، ولا بيعرفوا شو عم يستخدموا، ولا بيعرفوا شو عم يعطوا. خلونا نكون واقعيين، تمام؟ وللأسف الشديد الاستخدام الخاطئ تسبب بمشاكل كتيرة لناس كتيرة، وهالمشاكل هاي عطت سمعة سيئة للهرمونات بشكل عام. أنا ما عم أقول إنه الهرمون دائما كويس، ولكن في أساليب إذا بتستخدمه بطريقة صحيحة وبدوزات معينة وبتفهم شو اللي عم تستخدمه وبتعرف شو اللي عم تستخدمه، ممكن تحصل نتائج حلوة بدون أضرار أو بأقل أضرار ممكنة، أو حتى إن شاء الله بدون أضرار على الإطلاق تماما. ولكن السؤال يا جماعة، وين بدي أتعلم عن هرمون؟ وين بدي يعني فوت شوي بهالموضوع؟ افهم شو هاي المواد اللي عم باخدها، شو هالمواد اللي عم حطها بجسمي. يعني موضوع ما إنه سهل، أنت شغلي عم تاخدها عم تستخدمها، على الأقل تعرف شو هاد اللي عم يفوت بجسمك، تمام؟ أكثر من مرة يجيني سؤال إنه كابتن وين بقدر أتعلم، وين بقدر أدرس؟ أنا حكيت أغلب عن أكثر عن مرة عن كتاب اسمه أنابوليكس، اللي هو 2008 و2009 و2010 وهلا صرنا 2019. تقريبا كل سنة سنتين بينزل هالكتاب، تمام؟ وكل ما ينزل نسخة جديدة من هالكتاب بيعملوا أبحاث جديدة وبيعملوا ريسيرش، بيعملوا مقالات جديدة، بيكتبوا مقالات جديدة عن آخر ما توصلوا له من هالأبحاث، تمام؟ ولكن المشكلة في أنابوليكس إنه إنجليزي. الكتاب اللي عم بقراه حاليا كمان كتاب كتير حلو اسمه Body Building The Good The Bad And The Ugly، هذا هو، تمام؟ هذا الكتاب يا جماعة أنا اشتريته من أمازون، ممكن تتعلم منه عن الهرمونات بشكل عام، ولكن نفس المشكلة ليك إنجليزي، تمام؟ يعني أنت لو لغتك إنجليزية قوية ممتاز، بتقدر تفهم وبتقدر تتعلم وبتقدر توصل لنتائج حلوة، أوكي؟ ولكن الأغلبية هلأ متابعيني أنا كلياتهم عرب، تمام؟ وأغلبية الناس اللي متابعين القناة وقت اللي أحكي شغلة بالإنجليزي أو أحط معلومة بالإنجليزي بيزعلوا بالداية وبيقول لك أنه ما عم نفهم، تمام؟ الخبر الحلو يا جماعة أنه فيه برنامج، هلأ بدي أقول لك عليه، برنامج كل المعلومات يلي بدك تقراها من الكتب واللي كانت إنجليزية وما عم تفهمها صارت كلها في برنامج ممكن تحطه بتليفونك وتعرف أي معلومة بدك إياها عن أي هرمون بدك إياه، تمام؟ الكلام هلأ شوي سابق لأوانه، وعلى فكرة أنا أول واحد في يوتيوب رح يحكي لك هالكلام. البرنامج لسه ما حدا بيعرف عنه، البرنامج جديد كتير، لسه أساساً ما عملوا له official launching، أوكي؟ لسه ما في official launching، لسه هلأ البرنامج جاهز تقريبا، ولكن الفاينل تاتش عم يصير على البرنامج، لبين ما يجهز 100% انا رح اخبركم عنه، تمام؟ هلا بدي اعطيكم فكره عن البرنامج وليش بنصح كل شخص حابب يفوت بمجال هرمون او يتعلم عن الهرمونات انه يتعلم عن طريق هالبرنامج. اولا البرنامج يا جماعه فيه 8 لغات واكثر، هلا حاليا عم يضيفوا اكثر من 8 لغات من ضمن اللغه العربيه، هي شغله اولى. الشغله الثانيه بيدرس لك الهرمونات من كل الكتب او من اكثر الكتب اللي عملت دراسات، يعني بيجمع لك معلومات من كتب كثيره، يعني انت ما في داعي تروح تقرا 20 30 كتاب لما توصل لمعلومه معينه، تمام؟ ممكن عن طريق هالبرنامج تاخذ خلاصه الدراسات اللي صارت بكتب كثيره، اوكي؟ هي شغله ثانيه كثير حلوه. الشغله الثالثه انه ما بيحكي لك على الهرمونات وبس، بيحكي لك عن الكورسات، انت كيف ممكن تدخل الهرمونات مع بعضها، كيف تستخدم مثلا هالسايكل هالهرمون بسايكل معين، شو اللي راح يفيدك مع هالسايكل، شو اللي راح يفيدك مع استخدام هالهرمون، شو الهرمون الثاني اللي اذا اخذته بيكون مضيع على المصاري وبيأذي جسمك، فلذلك الافضل انك تتفاداه، تمام؟ هي معلومات كثير مهمه. غير عن هيك بتتعلم السارمز، بتتعلم البيبتايدز الاي جي اف 1 الجروث هرمون، معلومات كثير كثير قيمه يا جماعه، معلومات كثير قيمه في برنامج اسمه ويكي بوليكس. البرنامج اسمه ويكي بوليكس، اوكي؟ مثل ما حكيت البرنامج لسه ما عملوا له اوفيشال لانشينج، بس ينعمل له اوفيشال لانشينج لا احكي عن البرنامج اكثر، وين تقدر تحصله؟ حيكون موجود في ابل ستور وحيكون موجود في جوجل بلاي الى اخره، اوكي؟
ولكن مثل ما حكيت لك لحد الان لسه ما له اوفيشال لانشينج. البرنامج ان شاء الله حيكون قريبا جاهز، واول ما يجهز انا راح اكون اول واحد تسمع مني على يوتيوب، لانه لسه ما حدا بيعرف عن البرنامج. اوكي، ويكي بوليكس يا جماعه برنامج بنصح فيه كل شخص حابب يتعلم عن الهرمونات، وبس يبدا البرنامج يكون اوفيشال لانشينج وبس ينعمل له، يعني بس يبدا بشكل نظامي، راح ورجيكم البرنامج على تليفوني كيف تقدر تفوت على القوائم وكيف تقدر تتعلم منه كل شيء كل شيء كل شيء بدك اياه، الكورسات، حتى كيف تقدر تضرب يا رجل، يعني لو بدك تضرب بالكتف كيف تضرب، لو بدك تضرب بالافخاذ بالمقعد، كل شيء متعلق بالكورس وبالهرمون راح تتعلمه عن طريق ويكي بوليكس. تمام، ما بدي طول كتير، في معلومات كتير قيمة لسه، تحاليل وما تحاليل كتير معلومات قيمة، ما بدي طول الفيديو كتير وما بدي روح طعمة الفيديو اللي جاي. أوكي، أول ما يبدأ البرنامج ترقبوني بفيديو قريب إن شاء الله، رح أشرح عنه أكتر من هيك. مشكورين على المتابعة وبالتوفيق.